الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضيع قيام الليل ولو أن تصلي ركعتين والوتر. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأفضل قيام الليل أن يكون في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينزل في الليل حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولما نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وأوصاه فقال له: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. إذن شرف المؤمن أن يكون من القائمين لله سبحانه وتعالى. إن لم تستطع أن تكون من الذين يقومون الليل بصلاة طويلة، على الأقل حافظ على ركعتين والوتر، لا تضيع هذا الأجر العظيم، حافظ على ركعتين لعل الله أن ينفع بهما. تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.